أملك بيتا لست بحاجته وإنما أستفيد من نعم قيمة أملك بيتا لست بحاجته وإنما أستفيد من قيمة الإيجار، هل أدفع عن قيمة البيت أو عن قيمة الإيجار الزكاة؟ إذا كنت تنوي البيت للآجار ولا تنويه للبيع، وإنما تنويه للآجار، إنك تزكي الأجرة فقط وليس على البيت زكاة. أما إذا كنت تنويه للبيع وتؤجره في نفس الأمر فإن عليك زكاة قيمة البيت وزكاة الآجار جميعاً.